بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. هذه لحظة تاريخية بكل المقاييس. نناقش اليوم الاستعمالات البديلة لنبتة الكيف وليس القنب الهندي. في الحقيقة حتى المصطلح يجب أن يغير سيد الوزير. احنا عندنا الكيف، نبتة الكيف، هذا هو المصطلح الشائع والمستعمل والمعمول به. هو عندنا الكيف، ما عندناش القنب الهندي بالمفهوم الضيق للمعنى، عندنا الكيف. فلذلك اليوم كما قلت هي لحظة تاريخية وتحول كبير في التعامل والمواقف حول هذه الظاهرة. هذه ظاهرة قائمة الذات بالوطن، شئنا أم أبينا، أمر واقع، ولكن واقع مر. يجب أن نبحث سويا عن إيجاد الحل. راه اللي ما عارفش المنطقة هذا بطبيعة الحال. علاش قلت لحظة تاريخية؟ لأنه فعلا سنؤسس لعهد جديد. غادي نأسسوا واحد العهد جديد، يعني لجهة بأكملها. هذه من يوم كان الكيف، يوم تم تجريمه من ظهير 74 إلى يومنا هذا، كانت للدولة مقاربة أخرى وهي الحد ومحاربة الزراعة، ما أعطتش النتيجة ديالها. المقاربة الأمنية لم تفلح، المقاربة الأمنية ساهمت في توسيع رقعة الزراعة بعد كانت محددة في ثلاثة قبائل: كتامة إقليم حسيمة، وابن سدات إقليم حسيمة، وابن خالد في الشاون باب الرتوة المناطق مجاورة. أصبحت الآن جهة برمتها تزرع الكيف. شنو الجنينة؟ شنو هي النتيجة؟ يعني دائما احنا عارفين المقاربة الأمنية في هذا المجال كيف تتم، يعني صعيب باش غادي تسيطر، وخاصة حاجة الساكنة إلى آخره. أصبحنا الآن جهة الشمال برمتها بعد ما كانت في ثلاثة القبائل تاريخية، زائد جزء من إقليم تاونات، زائد جزء كذلك وصل سيدي قاسم الحدود مع وزان إلى آخره. إذن واش نخليو هاد الظاهرة كما هي؟ نخليو هاد الواقع كما هو؟ نخليو نبتة الكيف سببا للملاحقات القضائية والسجون؟ لا بد من إيجاد الحل باش نخليو هكا بهذه الطريقة. بطبيعة الحال كنكونوا غير منصفين. الآن كيف اللي في المنطقة هو ديال الحبس، الأرقام البحوث عليهم حد يتحدث عن 35,000 حد، لأنه تتجدد يوما بعد يوم، هذه الأرقام ليست ثابتة. فلذلك لابد باش نلقاو الحل. وتأخرنا كثيرا سيد الوزير، ملي كنقول تأخرنا كثيرا مقارنة مع الدول اللي سبقتنا، الآن 50 دولة تزرع الكيف لأغراض طبية وصناعية وعطرية. حنا أعطانا الكيف ربي هذه قرن وزيادة، خلينا فقط للمداهمات وزرع الخوف والرعب في صفوف الساكنة، كل شيء هاربين. كيف يمكن أن نقبل أن يعتقل عريس يوم زفافه؟ كيفاش؟ سيد في العرس ديالو تم اعتقاله، سيد مشى للحج هو وزوجته بالدار البيضاء، تم اعتقال الزوج وترك الزوجة. إذن هذه كان شيء مأساة أكثر من هذه. الناس البطاقة الوطنية انتهت الصلاحية ديالها، ما يقدرش يجددها خوفا من أن يكون ملاحقا أو مبحوثا عنه، لأن بمجرد رسالة كيدية عادية قطع، يعني تؤدي إلى ما أن تؤدي إليه. إذن فلذلك لابد من إيجاد الحل، وأعتقد بأن هذا القانون هو الحل الأمثل لتحرير المواطنين من الخوف والرعب أولا وأخيرا. الوضع غير مستقر سيد الوزير في هذه المناطق، وأنا أنتمي إلى إقليم الحسيمة وعرف المشاكل ديال الساكنة، عارفها عن قرب، والمنطقة ديالي ما كتزرعش الكيف، ولكن عارف المشاكل ديال المزارعين، عارفها عن قرب، لأنه منطقة كتامة اللي كتزرع، ومنطقة من هذه المنطقة ديال المجاهدين، من تلك الجبال انطلقت النواة الأولى لجيش التحرير في الشمال
باش نخليوها فقط للمداهمات والرعب ومصادرة الحقوق الطبيعية. هناك من قال بأنه قد استغل سياسيا نعم لقد استغل في فترات معينة، استغل ولا زال يستغل، ولكن ماشي احنا عارفين شكون اللي كيستغلوا، عارفين في الآخر لحظة يعني تنقلب الأمور كلها. إلا ما مشيتيش مع فلان راه عندك الكيف في الدار، تحمل مسؤوليتك. ولكن بغينا نحدوا الهد الوضعية، نحدوها نعالجوها. بغينا المزارعين يزرعوا الكيف ورأسهم عالي كما تزرع باقي المواد الفلاحية الأخرى. الكيف فيه منافع وفيه مضار، احنا خلينا فقط كنستغلوا الجانب الضرر فقط للأسف الشديد، في حين أنه الدول استطعت باش تقوي الميزانية ديالها وتنمي المناطق اللي كتزرع الكيف، احنا خلينا فقط للمداهمة والسجون والملاحقات للأسف الشديد. إذن فالسيد الوزير احنا هاد المشاكل فطرنا بها هذه شحال، أكثر من 30 سنة ونحن نترافع من أجل هذه اللحظة. وحنا تقدمنا كفريق استقلالي بمقترح قانون سنة 2013 لا يختلف كثيرا لا في الشكل ولا في المضمون حول مقتضيات وتفاصيل هذا المشروع، لأننا نريد المصلحة أولا المصلحة للوطن والمنطقة والساكنة بالدرجة الأولى. إذن فكاين مشاكل بالجملة لا يمكن أن نقبل أن تظل مستمرة للأسف الشديد، لأنه لا نقبل مصادرة حقوق الطبيعية للمواطنين. دائما عايش في الرعب والخوف، كيشوف السيارة ديال الدارك طالعة هما السوق تفرغ عن آخره هربا، لأنه قد يعتقد بأن هناك أحدهم أو هو نفسه مبحوث عليه. إذن فما يمكنش الوضع غير مستقر، يجب بطبيعة الحال أن نبحث عن الحل لذلك. إذن هذا من جهة. إذن بغينا الاستغلال الإيجابي لهذه النبتة كسائر النباتات. السيد الوزير نحن دولة إسلامية، كيف نرخص لزراعة الدالية وكيف نرخص لزراعة التين الكرموس وكنستخرج منه المحيا والشراب والشعير الجوعة وبحال بحال، نمنعوا الدالية ونمنعوا الشعير ونمنعوا الكرموس ونمنعوا كل شيء، راه بحال بحال نتيجة واحدة. نحن دولة إسلامية، كيفاش احنا كان الجوع تباع في الملأ في كل مكان والتعاطي مستمر، ونجي احنا كيف نقولوا راه غادي غادي غادي. نعم بل وأكثر من ذلك، احنا عارفين العائدات. البارح كان عندنا يوم دراسي، جبنا خبراء أعطونا معلومات دقيقة حول عائدات الكيف. فعلا هو الذهب الأخضر إذا حسن استعماله، هو الذهب الأخضر إذا حسن الاستعمال دياله. فلذلك هذه المسائل السيد الوزير أنا في الحقيقة والله فرحان وأتحدث يعني من قلبي، لأنه هذه اللحظة كنت كنستناها شحال هذه. إذن فلذلك لابد من مراعاة يعني خصوصية المنطقة، وأنا كنقول أكد بأننا تأخرنا كثير، ولكن فوقاش ما جاء الخير ينفع كما نقول دائما. إذن هذا بطبيعة الحال جاء هذا الموضوع بعد مصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة 3 دجنبير لترمي إلى إعادة تصنيف نبتة الكيف. إحنا راه ما مشيناش يا الإخوان، راه غير التصنيع الإيجابي، التصنيع اللي فيه منافع. راه الدول الكبرى متقدمة راه صار خلاته مفتوح على مصراعي، في أمريكا الشمالية وفي أوروبا الناس خلاوا يستغلون الحشيش ماشي المادة الكيف للما يسمى بالاستعمالات الترفيهية لجلب السياح. احنا ما مشيناش لهذا الشيء، وحنا عارفين ماشي انا لست بطبيب انه الاثار ديال السجائر اقوى من اثار استعمال السمسي وغيره. باش نكونوا واضحين، وانا لا اتذكر مازال كنت طفل في السبعينات وبداية الثمانينات انه كنا كنتلفوا مع السياح. السيد الوزير في حسيمة علاش كيجيو؟ كيجيو لتيدغين على الكويفة، هادشي اللي كانوا كيجيو. ما كيجيوش في الحوسيمة، كان كلوب ميديتراني ممنوع علينا ندخلوه. فين داكشي دابا؟ نهار جا الظاهر 74 سد كلشي وهربوا كلشي وخلاو مشاو للبنان ومشاو للدنمارك ومشاو للناس الدول اللي كيزرعوا، مشاو هولندا كتزرع وكترخص الاستعمال الاخر. هادو ما عندهمش عقل، هادو زعما ما خايفينش على المواطنين ديالهم. وحتى المنظمة العالمية للصحة راه دارت تصنيف ديال المخدرات وعارفة شكون هي الضارة وشكون هي كذا. فلذلك حتى بالنسبة ما كان غاديش ندخل نظرا لضيق الوقت حتى في التفاصيل، انه اللي كيكيف مع مرو كيدير جريمة، كيمشي ينعاس يتكمش دائما.
على خلاف الذي يتعاطى الخمرة غير كيزيد شوية القرقوبي. هذو هما الظواهر اللي هو الكوكايين الهروين المخدرات القوية اللي خصنا نتصداو ليها. فلذلك عارفين الناس اللي عندهم 92 سنة كيكمي السبسي إلى يومنا هذا. ولكن العشبة البلدية ماشي الداخلة. إذن هاد المسائل هذه على كل أنا كان واحد الظاهرة بطبيعة الحال احنا وضع عارفينها يجب يعني أن تعالج باش نقوهم الحل. والحل هو التقنين هو لأغراض صناعية وطبية. عدد المتابعين شرط له إذن. فلذلك هذا الكيف بطبيعة الحال غادي يساهم في إعادة النظر في السياسة العمومية يعني في هذا المجال ومراجعة النصوص التشريعية وملائمتها مع القانون الدولي. كما أشرت سابقا على 50 دولة الآن تشرع لأغراض صناعية وطبية والله أعلم والله أعلم واش تصلح لأغراض طبية كلها ولا صناعية. كانوا الناس كيستناونا بقينا احنا متأخرين أو ما مشاو قلبوا على الأسواق أخرى. شركات جات المغرب ومشات للدول القريبة منا اللي ما كانتش كتزرع الكيف ولات كتزرع الكيف لأن بقات فيه مردود اقتصادي هام جدا. إذن فسيد الوزير احنا نرحب وبطبيعة الحال عندنا مجموعة من التعديلات غادي نتقدموا بها ولكن تنزيل هذا المشروع بالدرجة الأولى. أولا يجب وضع برنامج خاص لتنمية المناطق ديال الكيف لأن هذه المناطق عانت من التهميش لعقود من الزمن. شو السبب؟ هو الوضع الحالي ديال الكيف مبحوث عليه والله ما كيطالب الحقوق دياله لأنك يقول كي لا طالب الحقوق ديالي غادي يدخلوني دابا في الناس اللي مبحوث عليهم. مازال السيد الرئيس شحال خالي مازال كاين بقات لي ربع ساعة لك ابن المنطقة خصني الضعف مرحبا. إذن هذه المناطق ظلت مهمشة لعقود بسبب واقع الزراعة الآن. الناس ما كانوش كيطالبوا بالحقوق ديالهم لا طرق لا تعليم لا صحة لا ولا شيء من هذه الحقوق مقارنة مع المناطق اللي ما كتزرعش لأنه اللي اعتولوا يقول بسم الله واللي ما اعتولوش ما يقدرش يطالبها. إذن بغينا هاد الناس نرجعوا لهم الكرامة ديالهم أنه النباتات خدات الزرع كسائل النباتات الأخرى فيها الداء وفيها الدواء ويجب أن نستغل الدواء الجانب الإيجابي ديال هذه الزراعة من أجل تحرير المواطن من الوضع اللي كيعيشوا الآن ديال الخوف وديال الرعب. إذن هنا كذلك لابد من دعم المزارعين من خلال تقوية التعاونيات. السيد الوزير ما خصناش ديك التعاونيات اللي غادي تكون هي فقط وسائط بين الشركات. يجب إدماج تلك التعاونيات وهناك تعاونيات كاينة الآن خصنا ندمجوهم حتى هما يصنعوا راه قادرين تبارك الله. راه البارح استقبلنا مجموعة من الأطر من أبناء المزارعين كلهم أساتذة كلهم مفكرون كلهم أطر راه ما بقاوش ديك الشيء عندهم برامج عندهم يعني تصورات خصنا كذلك نتعاملوا معاهم. كذلك بالنسبة هذا القانون بعد ذلك السيد الوزير وحنا الآن فتحنا المشاورات ولكن يجب توسيع هذه المشاورات مع المزارعين للتنزيل السليم يعني لهذا المشروع. راه بدات المشاورات على مستوى الأقاليم ولكن نتمنى هذه المشاورات كذلك قبل صدور المراسيم أنه يعني نوسعها أكثر من أجل إنجاح هذا المشروع. إذن كذلك المشكل الأساسي هو مراجعة تحديد الغباوي المرتبط بهذه المهنة. الناس السيد الوزير في هذه المناطق رات تحف مياه الإدارة المياه والغابة حفظت المنازل ديالهم حفظتها لأنه ما كانش عنده حق التعرض ولا علم له. ومنطقة أمية تقريبا نسبة الفقر الإخوان راه كاينة في هذه المناطق ديال زراعة الكيف. لا تعتقدون بأنه المنطقة الكيف منطقة غنية. راه الكيف الوضع الحالي ديالو يستثمر عائداته في الدار البيضاء والرباط وأكادير وجديدة وطنجة وفاس وتطوان ولا يستثمر في الأقاليم ديالها خوفا من المتابعات. فلذلك مناطق فقيرة جدا يعني تعيش الهشاشة المركبة في كل تجلياتها. فلذلك لابد باش نرجعوا أن نوضع واحد البرنامج خاص لتنمية هذه المناطق. إذن هذا من جهة. وكذلك المنشآت الصناعية السيد الوزير رخصها يجب أن توضع وتنشأ داخل مناطق الكيف. راه ما يمكنش يجي الكاميو يدي الكيف الفاس ولا يدي الكيف للدار البيضاء.
من أجل تشغيل أبناء المنطقة اللي عانوا من البطالة. لكن الأطر عندهم دكتور وماستر يمتهنون كيف الآن هاد الناس قادرون بطبيعة الحال على المساهمة في التنمية ديال المناطق ديالهم. إذن هاد المعامل ستكون تمك يعني في مناطق الكيف. هذا من جهة. كذلك بالنسبة الأرباح التي ستجنيها يعني هذه الشركات أرجو تحديد نسبة مهمة من الأرباح لاستعمالها من أجل تنمية المناطق ديال الكيف. ماشي الأرباح غادي تمشي واحد النسبة معينة كما هو الأمر بالنسبة لمجموعة من المنشآت الصناعية اللي كتعطي ضرائب كبيرة لتنمية هذه المناطق. ولكن حنا كذلك هذه الشركات خصها تحدد واحد النسبة محترمة لتنمية الجماعات المحلية التابعة لهذه المناطق. كذلك في هذا المشروع انا بغيت دائما لان غادي نبداو بالتدرج. كاين الان السيد الوزير كاين قلت له المناطق شحال كاين. كاين جهه الشمال 8 ديال الاقاليم تزول منها واحد ديك الفنيدق وكذا وطنجه. لا نقول زعما ما عندهمش هذوك كيديروا الفول وكذا. ولكن بالنسبه لمناطق اخرى اللي ما عندهمش الحدود كاين مناطق ملي غادي نبداو لا بد من استحضار المنطق الشروع بالمناطق التاريخية ديال الكيف نبدأ بهم ثم حسب سوق العرض والطلب. ولكن نبدأ من المناطق اللي عانت لأكثر من قرن من الزمن ولا زالت تعاني نبدأ فيها ونتمنى إن شاء الله السوق غادي يشمل مناطق الشمال كلها. وأكيد لأنه كان هناك يعني الطلب على الكيف المغربي. كذلك المقر ديال الوكالة ما نديروش بعض الأخطاء سيد الوزير اللي درناها سابقا أنه الوكالة اللي غادي تهتم بهذا الكيف راه خصها تكون في مناطق الكيف راه ماشي تكون الوكالة في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في فاس. راه الوكالة خصها تكون في مناطق الكيف. الحمد لله من طنجة وطلع ماشي غادي نديروا الوكالة كتشتغل كما درنا الوكالات أخرى لا داعي إلى ذكر يعني اسمها. إذن على كلين أنا يعني الوقت للأسف الشديد يحاصرني نترك باقي التفاصيل إلى حين دراسة المواد ديال المشروع. وأنا سعيد جدا لأنه يوم كنت في سنوات مضى لا من خلال الوسائل الرقابية داخل المجلس ملي كنت كنتحضر على كيف كل شيء كيتحول وجهه يعني كل شيء حشمان. ولكن اليوم الحمد لله سعداء الجميع يضرب راسه عالي وهذه لحظة تاريخية. نعم وإن شاء الله اللي بغى يديروا راكي يديروا في تمر هذا الشيء سي مصطفى الله. وعلى كلين أنا خليت لك كيف الترفيه دابا بوحده أرى كاين بغيتي ولا كراتي أرى كاين أرى ما غاديش يكون غير في الشاون ولا في الحسيمة ولا في ساكن. والكيف الترفيه هي أرى كاين في جميع الدروب ورا بما انه كاين المستهلك راه كاين الاستعمال الاخر للاسف الشديد الذي نتوخى من هذا المشروع ان نحد من هذه الظاهره لا ان نقضي عليها يعني بصفه نهائيه. اذن اتمنى التوفيق لنا جميعا في المصادقه السريعه على هذا المشروع من اجل الشروع في التنزيل السليم ديالو في اقرب وقت ممكن. سيد الوزير سيد الرئيس شكرا. شكرا سي نور.